ليش نلعب للسكسس ريت، نسبة النجاح. طبعا هاي الأرقام ما مطالبين بيهن، فقط إنه على مود your information. هذا السلايد فقط على مود تطلعون عليه، ما مطالبين بهذين الأرقام كلهن. لكن شنو فقط أريد أقول لكم الفكرة مالت الأساسية من هذا السلايد شنو هو، إنه شوفوا نسبة العبور من بين فيس 1 وفيس 2، هذه أكو فد نسبة معينة، يعني مو دائما ثابتة نسبة النجاح للدراج. فيس 2 إلى 3، فيس 3 إلى أن يصل لأبروفال، الـ NDA إلى أن يوصل خلينا نقول أبروفال كدراج. زين، فلذلك إنه عندي فد احتماليات بكل فيس، أكو فد احتماليات مختلفة متفاوتة. احتمالية شنو؟ إنه عبور الدراج إلى أن يصير بي أبروفال. نيجي هنا على النقطة المهمة اللي هي شنو هي مصادر الدراكس. مصادر الدراكس عندنا متنوعة، ما يكون طبعا حوالي 50% هو شنو مصادر natural sources اللي مثل ما تشوفوهم بالبلانت. يعني هو عندنا من الانتي كانسر دراج اللي حشوفون ان شاء الله بالمرحلة الصفراء، بل حشوفون او حتى بالعقاقير ان شاء الله تاخذون اعتقد ذاك الكورس هماتين، كورس ثاني بصف كورس ثاني مرحلة ثانية أخذته. واي من البلانت هي عبارة عن تدخل ك كدراج خصوصا بالانتي كانسر ايجنت جماعة، يعني خصوصا التاكسول. بالانيمال ايضا بعض الدراجز هي عبارة عن مصدرها من الانيمال خصوصا الهرمونز. المينرالز اللي هن دائما راح نشوفهم بالانتي اسيد فور اكزامبل، هذني ايضا مصدرها من المينرالز. واخر شيء المايكرو اورجانيزم، تعرفون اغلبيه الانتيبايوتيك هي مصدرها من المايكرو اورجانيزم. هذني نسب ما اريدها من عندكم، يعني 25 6% هاي فقط فور يور انفورميشن، فقط عليك تعرف انه about 50% ناتشورال و 50% من هي سينثيتيك، يعني تقريبا 1 تو 1. 50% منهم مصنع عبارة عن طبيعية، 50% من chemical synthesis. زين، نجي هذا شو طينا الطبع، هذا شنو الفكرة من هذا؟ انه ده نقول لك انه chemical synthesis important، يعني انت ما تقدر تعتمد فقط على المصادر الطبيعية. انت هسه من عندك في الديزيز معين وتريد تعالج هذا الديزيز، ما تقدر فقط تقعد وتسكت وتقول فقط احنا اللي حنعتمد على المصادر الناتشورال ومن خلالها اللي حطلع فد دراج معين. لا، يعني الناتشورال حسب ما الدراسات انه النسب الناتشورال هي فقط 50% من الدراجز تقدر تحصلها من الناتشورال. زين، لكن نسبة مساوية لها مين حصلها؟ لازم من سينثيسيس. نيجي هنا طلاب على importance of خلينا نقول هل ال steps مع ال drug discovery process. شفتوا هذا الشارت اللي اعطيناكم اياه بالصفحة الأولى، فتجي تقول هل هاي التعقيدات والأشياء مطالب بها، هل الفترة هاي اللي مسويها كل فيس مسوي لها فد long time، يعني احنا رادنا about 12 years انا بدي يصير ل approval لل drug، هل التعقيدات هذا شنو required؟ لو لا، يعني يراد انه فد نوعا ما انه فد rules على مود تسهل هذه العملية. راح نشيكم على هذا الادراك اللي هو يقول لك how important انه عملية الدراج ديسكفري لازم كل ستيب تكون بيها شنو خلينا نقول بتأني، ونفس الوقت انه مراجعة للديتا. فهذا الادراك اللي هو اسمه ثاليدوميد، هذا الادراك بكايرال سنتر مثل ما تشوفون، اللي هو وين هذا الكايرال سنتر هنا، ذرة كاربون بها اربعة ارتباطات مختلفة، هذه وحدة يعني ثلاثة، والرابعة اللي هو ال H. بالتالي حيكون ما نوع عنده وين كايرال سنتر، معناته شنو عندي؟ عندي ال 2 انانشومر اللي واحد من عندهم هو ال R، واحد من عندهم شنو؟ ال S. طبعا من يكون عندك R و S، واحد من عندهم حيكون فعال، واحد من عندهم شنو يكون؟ ما بفعالية، ما له أي علاقة بالعلاج الديزيز. طبعا هذا هنا نستخدمه بالبداية، هذا التراك ال A مالته انه شنو؟ للمورنينج سيكنس للبريجننت. ف مثل ما قلنا هذا الدراج بي كارال سنتر وبي يعني تو انانشومر، استخدموه طبعا كراسميت كميكسجر، استخدموا الار او اس ميكس اثنينهم، ما فصلوهن. تقول لي ليش ما فصلوهن؟ بما انه واحد معدن اكتف واحد اناكتف، ليش ما نسوي فصل بيناتهم؟ الفصل عملية الفصل بين الانانشومر مكلفة كلش،
يعني أضعاف مما أنه تكلف الدراج نفسه. For example خلينا نقول تكلفة تصنيع هذا المركب خلينا نقول $100، لكن عملية الـ purification قد تكون $200 $300 على مود فقط أسوي purify هالكمية هاي اللي صنعتها. زين طبعا of course بعد أعلى من هذا الرقم. زين فعملية التنقية كلش painful ومو سهلة، لأنه بالنسبة للإناشيوم ما نريد نحكي. إذا أسهل شيء شنو هو؟ بما أنه إذا كان الواحد بعد فعال والثاني مو فعال وما يسوي لي مشاكل جانبية، نمشي مثل ما هو ميكسشر. زين لكن بعدين شنو اكتشفوا؟ باي ذا تايم انه من الطاهي للبريجننت وومن لقوا انه الاطفال اللي انولدوا شنو عندهم تشوهات بالاطراف. السبب شنو؟ مثل ما قلنا واحد معدن فعال اللي هو الار اللي هو الفعال، الاس طلع بمشكلة انه شنو يسوي لي تراتوجينيك افكت. ليش؟ لانه يقلل البلاد سبلاي للنيولي فورم بلاد فازل، فيمنع البلاد سبلاي للاطراف، خوش مرحلة تكوين الجنين للطفل ما يصير بلاد سبلاي للاطراف. من ما يكون اكو بلاد سبلاي خلال مرحلة تكوين الجنين للطفل ايش راح يسوي لي؟ هذا العضو ما راح ينمو، يعني الاطراف ما راح ينمو. ليش؟ انه ماكو بلاد دا يروح لهال الاطراف. زين هذا كله سبب منه هو الاس. الار هو اوكي ما بي مشكلة، هو ديزايرد كامينج افكت، كل شيء اوكي بيه، لكن اس هو اللي يسوي لي المشاكل. نيجي نقول لي اوكي بما انه عرفنا هذا الشيء ليش ما نسوي فصل؟ المشكلة شنو؟ انه لقوا انه الار والاس حتى لا اسوي فصل خارج الجسم، لقوا بداخل البلازما الار يتحول الى اس. يعني حتى لو فقط اجيت للبيشنت وعطيته فقط الار، داخل الجسم الار يتحول الى اس. اذا ماكو فائدة من انه اسوي فصل بيناتي، لانه ضمن بالبلازما بالحالة العادية ضمن الجسم مالتنا راح يتحول بين الار والاس، وبالتالي راح يبقى السايد افكت موجود عندي من هذا الاتراك. طبعا هذا تقول الشغلة زين، هل كان بالامكان تجنب هذا الشيء؟ اي نعم. الستوري الكاملة مال هذا الدراج شنو هي؟ انه كانت الانيمال ستدي مالتهم مو فد شيء كافي، بحيث انه بذاك الوقت باليو اس انه ما صار له ابروفال للاستخدام مالته، فقط باليوروب تم استخدامه. ليش؟ لانه باليو اس الام دي اي قالت انه الداتا مالت الانيمال ستدي مو اناف، فصار رفض لهذا انه يصير له انه توزيع للبيشنت، وبالتالي منعوا انه الكارثة تصير كبيرة كلش. فهذا الاهمية انه يكون الديتا كاملة، لذلك عملية الابروفال للدراج تكون كلش صعبة وكلش معقدة. nowadays رجعوا استخدام الثاليدومايد ليش؟ كأنتي كانسر دراج. ليش؟ لانه قاموا يستفادون من شغلة انه شنو هذا الدراج راح يسوي شنو؟ يسوي انهبيشن العملية تكوين الفازل. احنا نعرف الكانسر شنو عبارة عن رابط لي جراوينج تشو، دائما يتميز انه شنو اوعية تكوين فالاوعية دموية كلش بسرعة كلش عادي. ليش؟ انه يريد تغذية، صح لو خطأ. فهذا الادراك الفكرة مالته شنو؟ يسوي فازل كونستركشن، بالتالي حي شنو يساعدنا على شنو فايتينج الكانسر. استخدامات مالت nowadays بال HIV والليبروسي، هنا فقط for your information انه يراويك انه شلون اكو زيادة بالاستخدام هذين الدراجز nowadays لعلاج ال different disease. ها طبعا different drugs، هاي الالوان دي تشوفوهن يعني هذا البلو حسب الدرافاتيف مال الثاليدومايد. طبعا الثاليدومايد بقى تقريبا نفس الاستخدام، لكن صنعوا درافاتيف اللي هن اكثر عندهن فازو كونستركشن افكت، مثل ما قلنا الفكرة مالته هو كأنتي كانسر. نجي على هذين المشتقات مالته بكل بساطة، هن كلهن نفس الستركتشر تقريبا، كلهن نفس الستركتشر بين هاي ثاليدومايد رينج. زين فقط التغييرات بين المركب الاول والثاني انه عندي هاي الـ NH2 مضافة، بالمركب الثالث اللي هو المشتق مالته عندي شنو؟ طبعا هاي الكربونيل ريديوس، هنا الكربونيل لا بقت مع الـ NH2. فهذين التغييرات بسيطة، لكن يبقى خلينا نقول الهيكل الاساسي مال المركب ستراكشر نفس الشيء، فقط تغييرات مثل ما قلنا simple changes
حسب الإفكت اللي أريده. فهذا هو الثاليدوميد، وهذا اللي هنا الديرافيتيف مع الثاليدوميد. مثل ما قلنا بشكل عام دني الديرافيتيف nowadays دي يستخدموه لعلاج الكانسر، ليش؟ لأنه عندهن فازو كونستركشن إفكت. لحد هنا إن شاء الله كملنا المحاضرة. بل حناخد طبعا بارت ثاني لنهاية، نحاول نهاية نخليه في سمبل انترودكشن لهذا الكورس إن شاء الله. طبعا حنزل محاضرات عندكم على قناة التليجرام بالإضافة للموقع العام مال الكلية إن شاء الله. أي سؤال عندكم تقدر تواصل من خلال قناة التليجرام.